فلسطيني خرج يسقسي الناس في فلسطين على اكثر شعب متضامن مع القضيه الفلسطينيه. تفرجوا في الفيديو سريع. انو اكثر شعب بحب فلسطين وبسندها لو فتحت الحدود؟ الشعب الجزائري. جزائري؟ اه. انت بتحب الجزائر؟ بحب انا كل العالم. كل الدول العربيه. كلهم. فتحت الحدود بيننا بين فلسطين والدول العربيه، باعتقادك اني اكثر دوله فيها نخوه انها تساند فلسطين في الوضع اللي احنا فيه؟ والله كل الدول العربيه ما شاء الله عنها، الشعوب تاعتها بحبوا فلسطين، ويعني ما انت شفت هذيك اليوم على التلفزيون العراق وتونس والمغرب وكلياتهم الكل يعني ما شاء الله عنهم، الشعوب العربيه بتشع كلها بس الحدود تفتح. بس تفتح الحدود. اه تفتح الحدود. شو بتوجه رسالتك للشعوب العربية اللي عم بتشاهدنا؟ والله ما شاء كلياتهم والله بيحبوا الشعب الفلسطيني، وزي ما حكيت لك ياس يفتحوا لهم الحدود، ما انت شفت يعني كلهم بتشعوا. الله يبارك في عمرك، ان شاء الله رسالتك راح توصل. الخير والله كلياتهم يعني الشعوب العربية بيحبوا فلسطين. الله يعطيك الصحة يا رب، الله يرزقك، يعطيك العافية. من غزة واهل غزة يا رب. القادم لا محالة. ان شاء الله. جميع الشعوب الدول العربية قلبها مع فلسطين. وحتى الدول اللي مش قادرة توصل قلبها ودعمها في مسيراتها الداخلية في بلادها، هذا له تأثير كبير. لما الشعوب كلياتها تعمل مسيرات، فالدول الأجنبية بتخاف على مصالحها داخل هاي الدول. يعني احنا منطالب شعوبنا العربية بكافة دولها، تونس، المغرب، الجزائر، في الأردن، في مصر، في لبنان، في كل الدول العربية طلعت مسيرات غاضبة. هذا راح يكون له تأثير كبير على الدول الأجنبية، لأنها راح تخاف من هاي الشعوب لما تكون إلها كلمة واحدة وهي البوصلة، تحرير فلسطين والهجوم ضد هذا المحتل الغاشم والمجرمين تبعونهم. الجزائر هي والمغرب هي وتونس. يعني هذول الجزائر وتونس دائما هذول بيساعدوا يعني القضيه الفلسطينيه وبيحبوا الفلسطيني بشكل مش طبيعي. هذا الحكي بيحكوه اللي بيجوا من هناك الطلاب هيك اللي بيشتغلوا. يعني مثلا انا اولاد اختي اتجوزوا واحد تونسي وواحد مغربي، يعني عالم يعني فعلا بيحبوا الشعب الفلسطيني. شو رسالتك من فلسطين اخرا لابناء شعبنا او الوطن العربي عامه اللي قاعد بيشاهدنا كفلسطيني؟ انا بقول انه احنا اسلام كلنا كمنطقة عربية، انه احنا مسلمين، فبديننا الاسلامي لازم المسلم يساعد المسلم ويدير باله عليه، ما يفلته حتى الى نوع انواع من المصلحة او من السياسة، يترك البني ادم اخوه يموت او اخوه ينبح او يتهجر او كذا او كذا. ليش؟ لانه في ديننا احنا المسلم اخو المسلم. اكيد كلنا لازم نكون ايد واحدة. كلنا لازم نكون ايد واحدة، بنكون مع بعض، نساند بعض على اساس، لانه يعني تطلع انت الدول الاجنبية بس واحد يقول اخ الكل بتلاقيهم هاجموا معاه. صح. حق باطل كلهم معاه. احنا للاسف صمت عربي، احنا للاسف الكل قاعد بيتفرج بعد اعداد الشهداء. هذا بقول لك انا ماليش دخل، هذا بقول لك خايف على وكله بخاف على الكرسي. يعني بدك الدول العربيه كل بني ادم قاعد مكانه خايف على الكرسي. الاردن والعراق بروح. الاردن والعراق. والعراق بس مسافات طبعا بعيده، ما دخلش المسافات بالنهاية، الطيران نص ساعة بكونوا هنا 100%. وصلت عندك الشعب المصري برضه، بس عندك قيادة ما بتخليش حدا عنه، والأنظمة خاصة الأنظمة المطبعة 100%. شو رسالتك للشعب العراقي والشعب الأردني اللي بيشاهدنا الآن؟ يعني يضلهم يدعمونا أكثر من هيك، ينزل على الشوارع على الفيس، ما يتحدوا الحكومة يعني بس قدر الإمكان طبعا ضمن النظام، يعني ما يعملوا مشاكل، ما يعملوا شغلات زي هيك، قد ما يقدروا ينزلوا على الحدود، يعني قد ما كان بخوفهم من الإشارة لليهود، شايف علي؟ أما محاولة إنه يجتاح هذا ما فيش غير، بدك جيش، بدك عساكر، بدك صحيح، غير هيك ما بنفع. إن شاء الله رسالتك راح تصل والله يعطيك الصحة يا عم. بس اليمن. اليمن؟ بس اليمن. ليش طب اليمن؟ لأنه اليمن رجال وعندهم كرامة وعندهم شهامة. والرسول برضه قال لك إيش؟ إنه اليمن. اليمن. يعني اليمن، أما غيرهم كلهم بس كلام، خذهم كلام. بس كلام على الفاضي. الدول العربية كلها كلام. إنه بقول لك إحنا معهم وإحنا وإحنا. لا 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 بالعكس، هم معهم، مع اليهود مش معنا. هم مع اليهود مش معنا. وحابين غزة والضفة وهاد كلها تنهفى.
مشان يرتاحوا. شو رسالتك انت لابناء الوطن العربي كلهم اللي بيحكوا احنا معك واحنا واحنا معكم وهينا وافتحوا الحدود وهينا وسووا، ايش رسالتك؟ والله انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، بس هي رسالتي لهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. شو رسالتك للشعب اليمني اللي بيشاهدنا الان؟ الشعب اليمني، الشعب اليمني ارجى الناس واشرف ناس وعدهم كرامه، والله لا يفتحوا لهم حدود اللي يحفين لانهم اسلام، وانا جربتهم بالسعوديه. أنا ناس بسيطة جربتها بالسعودية، رجال بالمعنى الصحيح، بموت على الفلسطينية. أنا جربتهم، يعني ما حد قال لي أنا جربت وقعدت معهم. إن شاء الله رسالتك راح تصل وربي يبارك فيك وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد خد الفلسطين. كل الدول العربية من صغيرهم لكبيرهم كلهم خون، كلهم. إن شاء الله رسالتك راح تصل صحياتي. ولكن الحمد لله برضو الله معنا. قبل كل شيء هذه الله معنا، وإذا الله معك لا تخاف من كل دول العالم. هذه هي ربي يبارك فيك يا عم والله يطول في عمرك. الله يرضى إن شاء الله منتصرين بيت الرب العالمين. اليهود وصرنا على الدول العربية الخاينة المطبعة، أولها الإمارات حسبي الله ونعم الوكيل. الله يدمر أبراجهم وينشب بترولهم بجاه لا إله إلا هو. اللهم أمين يا رب. تحياتي لك يا عم رب. المهم تل هنا قطعت الفيديو ديالو، الفيديو ديالو باقي طويل بزاف بصح ما عجبنيش كامل، لان ماشي وقيت انت شكون الشعب اللي واقف مع القضيه الفلسطينيه. كاع العرب كلشي واقف مع القضيه الفلسطينيه كشعب، كشعب كلشي واقف مع القضيه الفلسطينيه، ولو انهم يبانوا بعض الشعوب متخاذله ولكنها ليست لغه العموم اننا نقولوا هذا الشعب كامل. لا بالعكس، كاينين بعض في واحد الشعب، ولو انك تلقى الشعب في 80% ما مسوقينش، غتلقى واحد 20% قلبهم يتحرك على هادشي راه واقع في فلسطين. دونك بحال هاد الفيديوهات هما مسؤوليه وما خصهمش يندارو اصلا، ما خصهمش يندارو في هاد الوقيته، لان كاع الشعوب العربيه قلب واحد، واللي قاس فلسطين قاسنا حتى حنايا، كما كان هاد الانسان العربي في اي دوله، اللي قاس فلسطين فهو كيقيسو من غير بعض الخوانه. كاينين في اي دوله كتلقى واحد الدوله فيها بزاف واقليه مع القضيه الفلسطينيه، وكتلقى واحد الدوله بزاف مع القضيه الفلسطينيه واقليه خوانه. المهم ماشي وقت اننا نقولوا هاد الشعب ولا هاد الشعب، الامه العربيه الامه المسلمه كامله مع فلسطين. تهلاو.